اي حنان، انا بالقطر. لا يا ستي ما لمحتوش. هو ايه الجنان ده؟ حاضر حاضر يا ستي، هتاكد. خليكي معايا. بعد اذنك، بعد اذنك يا حاجه، يا حاجه. أي حنين، أنا بصيت في العربية كلها ما لقيتش حاجة. لما بصيتش مش معقول يعني يكون كل ده في الحمام. ما تتحركيش من قدام الباب غير لما يغلق. بسرعة يا رجوع، الله يخليك. خبطي كده تاني يا سناء. حاضر. طب معاكي نمرة صالح؟ اه معايا. اقفلي معايا واتصلي بيه دلوقتي. ليه؟ استني طب ما افكر. لا خلي برهان يكلمه احسن. يقول له ايه؟ مش مهم هيقول له ايه يا سناء، خليه بس يتصل بيه دلوقتي. حاضر. أي هيمة، أنا الحمد لله يا حبيبي كويسة. بقول لك يا هيمة، ما تتصل كده بصالح وتقول له نعمل قعدة صلح. أه يا حبيبي اقتنعت بكلامك. دلوقتي كلمه دلوقتي. محمد رسول الله. أي حنين، ده هو اللي في الحنين. عامل ايه دلوقتي؟ يا لهوي يا سناء، خليكي مكانك ما تتحركيش. يعني كده المشكلة اتحلت؟ مش مهم، المهم خليكي مكانك لغاية لما اشوف عامل ايه. ماشي يا حنين. حاضر. حد جوه؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.